السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصدقائي في قناتي، معكم عبد السلام الهادي. اليوم بعطيكم فيديو رياكشن على مدينة جزائرية جميلة، مدينة فعلا أنها تأخذك لانطباع آخر، مدينة كأنها روسيا أو كأنها سويسرا، مدينة ثلجية، مدينة تأتي فيها الثلوج تسحرك، تسحر الزائر فيها، ما تعرفش أنت في أي قارة، أنت أصبحت في أفريقيا فعلا ولا داخل أوروبا. فعلا يحصل لك هذا الكونفيوجن، وفعلا هذا بيحصل للزائرين. طبعا هذه المدينة يا أصدقائي اسمها مدينة جيجل، مدينة جيجل هذه تقع في ولاية جيجل اللي بنفس الاسم كمان. تقع هذه المدينة الجميلة، المدينة الثلجية جيجل، تقع في شمال شرق الجزائر. عند الانتقال للمحطات التاريخية لهذه المدينة، ونعود للتاريخ قليلا لنتعرف على هذه المدينة أكثر. طبعا كما عرفتكم يا أصدقائي قبل ما أعمل رياكشن على منطقة، لازم أعطيكم شوية معلومات عشان بس زي البهارات، عشان نعرف إحنا وين رايحين ولوين يكون وجهتنا في هذا الفيديو، عشان نعطي المدينة حقها فعلا. تعرفوا كيف نعطي المدينة حقها؟ تعالوا أعرفكم بها شوية. يقال تاريخيا إنه أسسها الفينيقيون في القرن السادس عشر أثناء حكمهم فيها، وأثناء فترة حكمهم فيها جعلوها مركز تجاري آمن بالنسبة لهم عشان يقضوا أمورهم هناك. وقد وجد آثار للفينيقيين لما رجعوا الموضع لهم، انهم وجدوا آثار قبور تعود للفينيقيين في تلك المنطقة، وهذا ما جعل اكبر دليل على انه فعلا الفينيقيين كانوا موجودين في حقبة تاريخية معينة في منطقة جيجل الجزائرية. كان الفينيقيين في فترة لما يدفنوا موتاهم كانوا يعملوا صخور ويحفروا عليها حفرات، ربما هناك مخططات او آثار مما استدلوا بها الناس فعلا على الفينيقيين. الا انه عزيزي المشاهد في عام 1143 تم تدمير المدينة للأسف على يد أمير يسمى أمير بحر بالروجر الصقلي، ومن بعد ذلك صعد الجنوبي من جنوب الجزائر واحتلوا المدينة حتى يجوها مرفق اقتصادي لهم، وتمت سلسلة أحداث عليها وأصبحت فيها التجارة وكثرت واشتهرت فيها التجارة، حتى أصبح يوجد في مدينة جيجل أكبر سوق لتجارة العبيد، وقاموا بربطها تجارية مع مدينة البندقية وبيزا الإيطالية. وإليكم بهذه المعلومة يا أصدقائي، إن مدينة جيجل تعتبر أول عاصمة للجزائر الحديثة، صدق بالله، وكان ذلك عام 1524، أي أصبحت مدينة جيجل أول عاصمة للجزائر الحديثة بعد ما واكبت التطورات الصناعية وبدأت تواكب الزمن يعني. ومن بعدها احتلها الإسبانيون وقضوا فترة من الزمن فيها، ثم أتى بعد ذلك الفرنسيين واحتلوها وقضوا فترة في الزمن، حتى جاء الاستقلال الجزائري عام 62 واستقلت المدينة وأصبحت تابعة لل الجزائر التي نعرفها اليوم. ومدينة جيجل هي مدينة جميلة جدا وتحتوي على مناخ خرافي جدا يا أصدقائي. الآن بعد هذه شوية البهارات الجميلة وتعرفنا على مدينة جيجل، خلونا نروح نعمل رياكشن ونشوف المدينة فعلا نشوفها. يلا طبعا يا أصدقائي هنا نبدأ الفيديو ونشوف مدينة جيجل الجميلة. طبعا سلسلة الجبال في مدينة جيجل، كيف أقول لك، كيف أحكي لك، كيف فيها سلسلة جبال يا إخوان رهيبة رهيبة وجميلة بشكل إنك تسحرك وأنت بتشاهدها، تسحرك تأخذك في تفكير عميق يخرج الفيلسوف اللي فيك. طريقة العمران فيها، طريقة البيوت، حتى تجد إن البيوت على سلسلة جبلية، أي هناك بيوت مرتفعة وهناك بيوت منخفضة، والطبيعة من جانب والعمران من جانب، فيها سحر جميلة جدا جدا جدا. والخطوط التي على الساحل تعانق البحر وتشم ريح البحر، ومن جانبك جبل، انظر إلى مكان الساحل هنا، مش طبيعي، جبار 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 يا أخوان. وتشوف الآن هنا سلسلة بيوت بسيطة على الجبل، والجبل المكسوب الأخضر، الجبال اللي في هذه المنطقة تعطيك شعور كأنك ريلي في تايلاند، في إندونيسيا، في ماليزيا، في مناطق شرق آسيا. إلى الجسور المعلقة بين الجبال، إذا في نهر كذا بسيط بين الجبلين والخط السير، انظروا إلى جمال هذه الجبال. يا الله يا الله، إلى صفاء المياه يا أخوان، صفاء المياه. هنا ما زالت الطبيعة نقية، ما زالت الطبيعة في أبهى صورها. تجد المياه، تجد، يا الله يا الله، تجد الحيوانات هناك، رعاة الأغنام ما زالوا يأخذوا أغنامهم اللي تمارس الحياة الطبيعية القديمة. يا الله تركيب الجبال، ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله، كمية الجمال هذا مش طبيعي يا أخوان، مش طبيعي. تأتي إلى ألوان الأشجار، تأتي إلى هذا الجسر الرابط بين جبلين. طبعا تعتبر هذه المشاريع، أنك تربط جسر بين جبلين، من مشاريع فعلا مكلفة حتى وإن كان الجسر صغير، يعني تعتبر مشاريع صعبة جدا. انظر إلى هذه الأيقونة الجميلة وهذه الخلفية،
يا بخته اللي عنده بيت هناك، والله يا بخته. يعني تجد هذا التنوع المناخي في هذه المدينة الجميلة وفي هذه الولاية. جيجل تعتبر ولاية من أجمل ولايات الجزائر تاريخيا وثقافيا وطبيعيا ومناخيا، فيها أشياء جميلة وغير مألوفة تعتبر بعض الدول العربية. مع ذلك فعلا قد ينصدم العرب عندما يشاهدون هذه الأشياء. آه ما أجملك ما أجملك ما أجملك، تأتي الغيوم، تأتي تجد فيها كل مظاهر الحياة، فيها المقابر هنا. يا الله يا الله يا الله يا الله، على ارتفاع شاهقة جدا. طبعا السفر بيكون إلى هذه المناطق متعب جدا، تنظرها وقت الغروب أقسم بالله كأنها تعانق السماء. يا رباه انظر إلى هذه القمة، أعتقد أنه هذا المكان مقبرة أو شيء فيها ربما، لا تدري. أتمنى أنكم تقولوا لي في التعليقات يعني إيش هو هذا المكان بالضبط. انظروا إلى سلسلة المزارع والسلسلة الجبلية المكسوة بالأشجار والخضرة اللي فيها، تسحر الناظر فيها، والله تسحر الناظر فيها حتى يعجز عن الكلام. حتى أنه أوقات يعني من كثر جمال المناظر ومن كثر ما أحكي مع أنها أحس أنه أنا نفسي ببالغ. جميلة جميلة يا أخوان، هذه عندما تكون في الشتاء، انظروا إلى الثلوج. يا الله يا الله، ما أجملك ما أجملك. المفروض الجزائر ما تتبعش أفريقيا، مع احترامي لدول كثيرة أفريقية، بس يعني المنطقة الشمالية في أفريقيا، لا التنوع الجمال اللي فيها ساحر ساحر. انظروا 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 يا اخوان، انظروا، جميلة جميلة جميلة. الشاب هذا فعل جهد جبار جبار. يا إلهي يا إلهي، almost everything almost everything فيها. يا جمالك، شوف 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 شوف، تنتهي من جبل يولد جبل آخر، كأنها سلسلة لا متناهية من الجبال. والآن ندخل للمدينة، ندخل لهذه المدينة التاريخية التي دمرت ثم أعيد بناؤها. يا الله يا الله، مرحبا يا سكان هذه المدينة. اللي من جيجي اللي يرفع إيده. يا سويسرا. كان جميل جدا، والشخص الذي صور هنا بذل جهد جبار جبار عشان يلتقط هذا الجمال حتى نتذوق نحن. يا الله ما أجملك ما أجملك وما أبهاك. تجدها شيء غير متناهي من الجمال. يا الله يا الله. آها، نأتي إلى المدينة التي تطل على الساحل، إلى هذا الجمال الإلهي. ياه يا ياه يا ما أجملك ما أجملك ما أجملك، لا يكاد الواحد يشبع بس من النظر لهذه المدينة الجميلة والجسر. طبعا هذا الجسر باين عليه انه قديم تاريخي، باين عليه وصامت. ياه ياه، على كمية جمال. انظر 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 الى صفاء المياه، صفاء المياه. يعني المصور بيحاول ينتقل لنا من الثلوج الى، تأتي إلى هذه الحلة الكونية، الحلة الجميلة التي لا تكاد تمل من النظر إليها.
وتأتي إلى الغروب. ما أجمل الغروب، والله ما أجمل الغروب. جميلة 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 جدا، بشكل 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 خرافي وخلاب. طبعا يا أصدقائي الفيديوهات طويلة وكثيرة جدا عن جيجل، وإذا حبيت أن أعمل لكم رياكشن على كل الفيديوهات سيطول الفيديو، لما يطول الفيديو يكون شيء ممل للمشاهد، ولكن جعلت الموضوع بسيط عنها. أتمنى أنكم الآن أخذتوا فكرة بسيطة عنها، وأكيد معظم الأخوة يعرفوا عن جيجل، والحديث عن هذه المدينة يطول، عن هذه المدينة الجميلة، الثلوج الذي فيها بس حكاية لحاله، الثلوج قصة أخرى فيها، وسلسلة الجبال المكسوة بالأشجار، شيء جميل جدا يا أصدقائي. أتمنى لكم يا أصدقائي انبسطتم بهذا الفيديو، كان معكم عبد السلام الهادي. إذا أنزلت في قناتي لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لي لايك إذا حبيت فعلا ما قمت به في هذا الفيديو يا أصدقائي. شارك الفيديو مع أصدقائك، لأن نراكم في فيديو آخر على مدينة أخرى يا أصدقائي وقصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.